نظم عدد من مناصري القضية الفلسطينية في بريطانيا مسيرة شرق العاصمة لندن لدعم مسار الاعتراف بدولة فلسطينية والتنديد بمجازر الاحتلال في غزة. بالنسبة لي أنا هنا اليوم للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، كما أننا نضع قضية فلسطين ضمن الأولويات في الانتخابات المقبلة. نحن مع الشعب الفلسطيني بقلوبنا، سندافع عنهم حتى ينالوا الحرية. المسيرة التي انطلقت شرق لندن قطعت مسافة تخطت 5 كيلومترات واستقرت أمام بنك باركليز، وردد المشاركون هتافات ضد بنك باركليز وتمويله لشركات التسليح التي تساهم في حرب الإبادة في غزة. ما أريد قوله لشعب فلسطين، نحن معكم وأنتم لستم وحدكم، وهناك دعم شعبي كبير من حول العالم لقضيتكم. لن نقف مكتوفي الأيدي ونحن نرى حرب الإبادة الجماعية مستمرة بشكل يومي، وسنكون هنا للتظاهر ضد أي شركة تدعم الاحتلال، كما سنتظاهر ضد الحكومة البريطانية لطالما إنها تدعم الاحتلال. نحن نتحرك اليوم من أجل انتقاد بنك باركليز وحث الناس على مقاطعته، هو وكل البنوك المتورطة في حرب الإبادة في فلسطين. بالتالي نحن نطالب الناس بمقاطعة هذه البنوك، كما أننا نلاحقهم في مسارات قضائية أخرى. لن نترك الفلسطينيين وحدهم. وواصل المتظاهرون السير بمن فيهم الأطفال والنساء رغم ارتفاع درجة حرارة الجو، كما طالبوا المواطنين بإغلاق حساباتهم البنكية في بنك باركليز وأي بنوك أخرى تدعم الاحتلال. ارتفاع درجة حرارة الشمس لم يمنع مناصري القضية الفلسطينية من السير على الأقدام لأكثر من 5 كيلومترات لمطالبة البريطانيين بمقاطعة بنك باركليز وباقي المؤسسات المالية التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي. محسن حسني، تلفزيون فلسطين، لندن.